كم حكمة من عالم عبقت لأهل العالم، ومدادها من منبع هم سادة من هاشم. قد سطرت بمدامع سكبت بخير مآتب للمصطفى والمرتضى ولأهلهم والفاطم. يا من أقوال المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. لقد غرست عاشوراء في أعماقنا مبادئ الإنسانية والعبودية لله عز وجل، والإيثار وخدمة الآخرين، والعطف على المستضعفين، والدفاع عن المظلومين.